هنعمل دلوقتي مع بعض الجمبري. الجمبري الباتر فلاي دي حاجة معروفة قوي لأي حد بيحب السي فود أو البحريات. هو اسمه جمبري باتر فلاي بس هو بصوص الزبدة، فهو معمول بصوص الزبدة وشكله باتر فلاي. يعني ايه شكله باتر فلاي؟ يعني مفتوح كده، مفتوح فراشة من ورا كده اهو، اوكي كده. فانا عندي هنا جمبري، النوع ده بالذات بيتطلب جمبري يكون كبير شويه، مش لازم يكون جامبو بس يكون كبير شويه. بنسيب كل حاجه في الجمبري، يعني بنسيب القشره، بنسيب الراس، بنسيب الديل، بس بنغسله كويس جدا جدا عشان نتخلص من اي رمله. وبنفتح الظهر، طبعا بنشيل سلسله الظهر وبنخليه هو مفتوح، تمام. بعد كده بقيه المقادير عندي عباره عن بصل اخضر، لو مش في الموسم نقدر نستخدم بصل ابيض او احمر بس كميه قليله عشان الطعم ما يبقاش طاغي قوي. عندنا كمان جنزبيل فريش مبشور، برضو هستخدم منه قليل جدا. فلفل احمر حار، ملح وفلفل، زيت زيتون، زبده، بابريكا، ثوم مفروم، وكزبره خضراء مفرومه. الكزبره ممكن تبقى بقدونس او شبت اذا حبيته. انا كمان بحب اضيف لي بشر الليمون او عصير الليمون، للناس اللي ما بتحبش تستخدم بشر الليمون او بتخاف يمرر معاها او كده ممكن نحط عصير الليمون. فبعد اذنكم زودوا لي عصير ليمون او بشر ليمون بما انه اوريدي كمان موجود معايا، واكيد معايا ملح وفلفل. طبعا الملح بيبقى قليل في اي حاجه من البحريات، تمام. تمام، ايه بقى اللي هنعمله؟ هقول لكم. الجمبري ده هياخد رشة ملح، هياخد رشة فلفل، وهيطلع على الشواية يتشوي، تمام. الشواية سخنة وأنا كمان حطلها زيت، مسح الزيت عشان أتأكد بس إن مش إيه، مش هيلزق معايا ولا يغلبني. في الوقت اللي هو بيتشوي فيه هكون انا بدأت في عمل الصوص. هرفع الووك من على النار عشان انا سخنتها، فاجيبها هنا. لو انا في البيت هبدأ بيها باردة، انا سخنتها هنا عشان الوقت، فبرضو ليها حل بالنسبة لي. هاخدها هنا برا ونزل فيها الخضروات الأول. أدي البصل الأخضر، الثوم، الجنزبيل، الفلفل الحار اختياري، الكزبرة، بشر الليمون، البابريكا. طب إيه الهدف إن أنا نزلت دول الأول؟ علشان أسحب حرارة الووك، عشان انا مش عايزة الزبدة تغير لونها وقوامها، ومش عايزاها تبقى بني كده. انا شويت الجمبري نص شوية. قدامكم هنا في المرحلة دي حل من الحلين. الحل الاول ان انا اكمل الشوى بتاع او التسوية بتاعة الجمبري للاخر خالص، وبعدين احطه في الطبق وحط فيه الصوص، او اسوي هنا ثلاث ارباع سوا واخد الجمبري جوه الصوص وارفعهم تاني على النار تقليبه واحده يكمل بقيه التسويه بتاعته. دول طريقتين انتوا احرار فيهم. المحلات بتعمل ايه؟ لا، المحلات بتشوي شوى كامل وبعدين تحط الصوص فوقيه، فانتوا حرين. انا مع الجمبري الكبير بالذات بفضل اني اديله غلوه على النار علشان اتاكد ان الطعم كله دخل جوه الجمبري. بس طبعا انتوا احرار، يعني كل واحد حر في الطريقه، وهو كده كده لسه ما خدش التسويه اللي انا عايزاها فمش مستعجله عليه. لازم ياخد نص تسويه بس. لا مش نص تسويه، اسفه، ياخد تسويه مظبوطه بس، ما ياخدش تسويه زايده عن اللزوم. هرفع دلوقتي الزبده على النار، مش هسخنها ولا اغليها ولا اي حاجه، بس هقوم منزله لها الجمبري. قلنا ان في طريقه تانية للتقديم، ان انتوا تسيبوه يكمل تسويته على الشوايه وتحطوا الصوص عليه في الطبق.
طبعا هنا النار متوسطة مش عالية قوي علشان الزبدة ما تتحرقش ولا تغير طعمها ولا ريحتها. وهما دول التقليبتين وشكرا. اطفي النار بس خلاص وهيتقدم. عملت له طبق فيه شوية رز بما اني عندي رز يعني، وهي الوصفة دي بتتاكل مع الرز سواء الرز بالشبت او الرز الابيض او الرز الصيادية اللي هو الرز اللي بالبصل البني او الرز اللي احمر، اي حاجة بقى انتوا بتحبوها.